تردي الخدمات أو انعدامها داء تشترك به جميع مدن العراق وقراه في كل محافظات البلاد حي الجمعية الذي يبعد فقط أربع كيلومترات عن مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ما زال أهله يضطرون لاستخدام مياه الآبار فضلا عن معاناة من انقطاع الكهرباء وتردد الطرق وغياب أي مستوصف صحي نعم إحنا أهالي منطقة الجمعية نشكو من هاي المياه الابيار لان يعني ما غير صالح للشرب بسبب هاي المياه عندنا اطفال تمرضت وتعاني ما تعاني من هاي المياه ماكو يعني اي كادر لا مياه رساله لا مياه صالحه للشرب يعني نريدهم لو حاله رساله مال المي يعني اطفالنا تمرضت كبار السن تمرضت هاي لكن ما ادري شنو موضوع هذه المنطقه اللي معدومه من الخدمات تعاني من الري والماء لا ساله وكذلك التبليط والمستوصفات اصلا مستوصف قريب بالمنطقه ماكو ويقول اهالي الحي ان مياه الابار ادت الى اصابه العديد منهم بامراض مختلفه كالطفيليات وتشمع الكبد فيما يؤكد اخرون ان الكثير من البيوت التي هدمت اثناء المعارك ما زالت على حالها بسبب غياب تعويضات اعاده الاعمار وهو ما يمنع سكانها من العودة إليها المنطقة اسمها منطقة الجمعية منطقة منكوبة ومنطقة مفلشة بيوتها بعد الحد الآن ما مرت بها أي أحد سياسي أي واحد من سباء من الدولة أعضاء الدولة مر بها وشاب معاناتها منطقة معدومة من الآباء بعد الحد الآن تشرب على بار كهرباء ما بيها شارع ما إلها مستوصف ما إلها خدمات ما بيها فدنوب هاي المنطقة عانت ما عانت من الويلات ويلات العطش لحد الان اصحابها وسكنتها ير... يرتدون مي البيار يسقون من مي البيار مي البيار شنو شرب لهم الحيوانات هذا هاي 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 واحده من المعاناه المعاناه الثانيه مستوصف صحي ما يوجد بهاي المنطقه و... و... وهاي المنطقه من يصير مريض عندهم يعني احتارون بيه يحاول الاهالي ان يعوضوا غياب دور الدوله بترميم بعض الطرق او توفير المولدات الكهربائيه لكن جهودهم تبدو قاصره عن تعويض الانهيار الحاصل بسبب ما خلفته المعارك فضلا عن سنوات ممتده من الفساد والاهمال تركت اثارها الغائره على هذه المنطقه